مرحبا بكم في قناة مادر الأطفال. اليوم سوف نتعلم الحرف الجيم في برنامج الحروف العربية. هيا نبدأ معا. حرف الجيم هو الحرف الخامس في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفا. هيا لنشاهد معا. كلمات تبدأ بحرف الجيم: جمل، جدران، جبن. الآن كلمات في وسط حرف الجيم: دجاجة، رجل، نجمة. فالآن كلمات تنتهي بحرف الجيم: مهرج، برج، زجاج.